مشاهدينا، وللحديث أكثر عن آخر التطورات في غزة في ظل العدوان الصهيوني بعد انتهاء الهدنة واستمرار المجازر وسط ضعف الموقف الدولي لإيقاف الحرب، معنا من بيروت عبر سكايب مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الأستاذ علي هويدي. مرحبا بكم معنا. حياكم الله، يعطيكم العافية. أهلا بكم. ومن بلجيكا عبر سكايب أيضا منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ أحمد فراسيني. أهلا بكم معنا. أهلا بكم، تحياتي. حياكم الله ضيفينا. نبدأ مع الأستاذ علي، الهدنة انتهت منذ يومين، إلى أي مدى يبدو عبثيا في ظل ما يجري من مجازر جديدة؟ هل ما تقوم به إسرائيل ربما حسب دعايتها أنها تقوم بحماية أمن إسرائيل فقط، أم هناك أمور أبعد من هذه الغاية المعلنة؟ يعني أنا باعتقادي الكيان الصهيوني يعني باستئنافه استهداف المدنيين وكل مقومات الحياة في قطاع غزة، استهداف للمنازل والآمنة، وبالإضافة إلى يعني المستشفيات والمدارس وحتى المنظمات الدولية، يعني خاصة على مستوى وكالة الأونروا التي اتخذها آلاف من الفلسطينيين يعني أماكن للإيواء، بالإضافة إلى استهدافه لمنظمات دولية أخرى، وبالإضافة إلى قطع المياه والغذاء والدواء وغيرها من مقومات الحياة. هو يريد أن يعني أن يوصل رسالة بأن يعني هذا الكيان الصهيوني هو فوق القانون، وبنفس الوقت يعني يحاول أن يفرض أمرا واقعا بتنفيذ مشروع التهجير من خلال محاولة تأليب الرأي العام الفلسطيني على المقاومة في قطاع غزة، ومن خلال يعني ضرب هذه الحاضنة الشعبية للمقاومة في القطاع. ولكن هذا طبعا هذا سيفشل، على اعتبار أن هذه الصورة المشوهة لهذا الكيان الصهيوني تزداد قتامة على المستوى الدولي، وبالتالي سيخسر هذه المعركة يعني على المدى البعيد، لأنه لن يحتمل المزيد من الخسائر. يعني قبل قليل فقط انطلقت صواريخ جديدة باتجاه تل أبيب من قطاع غزة طبعا، وهل هذه الصواريخ انطلقت من شمال قطاع غزة؟ يعني هذه أيضا رسالة أخرى من أن كل الادعاءات التي تحدث عنها الكيان الصهيوني بأنه يسيطر على شمال قطاع غزة وعلى مدينة قطاع غزة، يعني هذا كله ذر للرماد في العيون ولن تفلح. أنا أعتقد الآن نحن أمام مرحلة تاريخية، شعبنا الفلسطيني أصبح الآن موجود على الأجندة الدولية وبدأ يحقق إنجازات على مستوى تأليب الرأي العام العالمي. طبعا هذه الحراك الشعبي على مستوى شعبنا الفلسطيني، نعم، على مستوى عالمنا العربي والإسلامي وعلى مستوى أحرار العالم بدأ يؤتي أكله، سواء بالضغط على صانع القرار، ومن جانب آخر المزيد من الوعي وتعريف الشارع على قضيتنا الفلسطينية وما هي يعني حيثياتها وما هي أهدافها، وبأن شعبنا الفلسطيني لا زال في مرحلة حركة تحرر وطني، نعم، وبأنه يريد أن يعني يكنس الاحتلال وأن يحقق أهدافه المشروعة وأن يعيد هذه القضية إلى صدارة المجتمع الدولي لكي يتحرك هذا المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين. ومن القضايا أنا أعتقد بين مزدوجين الإيجابية بأننا القضية الفلسطينية بدأت الآن على طاولة صانع القرار الدولي، طيب، ولم يعد بإمكان تجاهلها في هذه النقطة. أستاذ علي، نتحول إلى الأستاذ أحمد، وفي هذا الإطار يعني عادت فلسطين مرة أخرى على الخارطة من جديد، أصبح العالم الغربي أيضا يبحث عن كلمة فلسطين مرة أخرى بعد أن كانت يعني إسرائيل قد مسحتها حتى من الخارطة. إسبانيا بالأمس وبلجيكا اليوم وفرنسا تدعو إلى إنهاء ما يجري وعدم استمرار هذه الحرب، إلى أي مدى أدركت دول الاتحاد الأوروبي فداحة الضوء الأخضر الذي منحته للاحتلال؟ إلى أي مدى تغير موقف الدول الغربية تجاه هذه الحرب وأصبح الكل ربما يبحث عن مخارج لم تكن في البداية واضحة لديهم؟ نعم، يعني هي أول شيء لنقسم الموقف الأوروبي، موقف الاتحاد الأوروبي كتكتل جيوسياسي، وبالنسبة للدول التي تتشكل منها هذه الكتلة. فإن ذهبنا إلى الاتحاد الأوروبي فحتى الآن لم يتغير شيء،
وإن كانت خطب وكلمات جوزيب بوريل مثلا آخرها في برشلونة تتحدث بعض الشيء بليونة أكثر وتأخذ البعد الإنساني، إلا أنها يعني نعم ترفض الموقف هو ولم يتغير غير. أن تقول لا مقاومة لا حماس في غزة وهذا يجب إنهاءه، دعم سلطة فلسطينية تأتي لتنهي الإرهاب، المساعدات الإنسانية وهي نفسها لا يمكن يعني أن تعطي ضمانات بأن هذه المساعدات تصل حقيقة، نعم لأن إيصال المساعدات يرتهن بالموافقة الإسرائيلية، ولم تدين الجريمة الصهيونية بحق الفلسطينيين إدانة واضحة المعالم، وإنما ذهبت دائما لتحرير الرهائن، والموقف هو ذاته لم يتغير. بينما في الدول الأعضاء لهذا التكتل يعني تختلف بعض الشيء ولكن لا تذهب بعيدا، يعني حتى كما يعني يظن الكثيرين من منطقتنا العربية بأن المواقف الإسبانية والبلجيكية يعني تخطت كثيرا الخطوط الحمر وكأنه، هذا خاطئ، يعني الكلمات التي أدلى بها هؤلاء الوزيرين وبالذات البلجيكي في المستوطنات الصهيونية كان سيء بالنسبة للفلسطينيين، نعم وعندما ذهب إلى رام الله عدل بعض الشيء، ولكن عندما وصل إلى معبر رفح تحدث بصيغة أكثر ناقدة لدولة الاحتلال وابتعد عن الوسطية والموضوعية قليلا، فعاقبه نتنياهو يعني، وما جرى هو عقاب من نتنياهو عبر وسطاء وشركاء أوروبيين من دول أوروبية أخرى، فضغطوا عليه ومنذ ذاك اليوم بعد أن عاد إلى بلجيكا وهو يعطي الولاء ويحاول أن يبرر يوميا بالتويتر وبالخطب وبكلماته، يبرر أن ما قاله لم يكن يريد أن يسيء إلى دولة الاحتلال وحق دولة الاحتلال بالدفاع عن النفس، مع أنهم يدركون تماما أنه بالقانون الدولي لا حق بالدفاع عن النفس لدولة تحتل شعبا. ولذلك يعني نعم هناك بعض التحولات، انقسامات لأقول، وليس مواقف الجدية الرسمية التي تعلنها الدول. هم يصفون وهم الآن ما يجري أنهم لم يعودوا يستطيعون وصف الأشياء بغير مسمياتها، هم لا يقولوا إبادة جماعية ولا يقولوا حرب إبادة أو تطهير عرقي، ولكنهم يقولون مثلا العقاب الجماعي، قتل الأبرياء، قتل المدنيين، الأطفال، النساء، لا يمكن أن تقطع الكهرباء نعم والماء، هذا يمكن أن يعد كذا، يعني هذا توصيف، ولكن لم يتجاوزوا بعد يعني مرحلة التوصيف إلى مرحلة اتخاذ المواقف. وهناك فرق ما بين الوصف ونحن نراه، لأنه لم يعد بالإمكان أن تتلاشى من خلال الصور التي تأتينا من غزة، لا يمكن أن تصفها مثلا بشيء غير ما ترى، ولكن أما بعد الوصف إلى اتخاذ الموقف نحن حتى الآن في هذه نعم المرحلة. نعم كانت بعض الأحزاب السياسية، هل أكمل؟ نعم نعم في نصف دقيقة لو نعم، سمحت. نعم كانت بعض الأحزاب السياسية وما زالت هنا في أوروبا تنقسم بالمواقف، فمثلا هناك كما تعلمون في البرلمان الأوروبي يوجد 7 مجموعات حزبية، وفي كل دولة يوجد أحزاب سياسية. هناك انقسامات حقيقة حول الموقف من هذه الجرائم، فيعني أغلب الأحزاب ظلت على مواقفها، ولكن هناك أحزاب كالاشتراكيين مثلا طيب تراجعوا ببعض الدول، ولكن بالدول الأخرى ما زالوا على مواقفهم. أما بالنسبة لأحزاب البيئة والخضر والمناخ، يعني تجرهم ألمانيا خلفها بنفس الصيغة وتمنعهم حتى كأعضاء في طيب الأحزاب والتكتلات من نعم اتخاذ مواقف حقيقية وحتى المطالبة إذا بوقف إطلاق المواقف النار لم بشكل تتغير عام. بصورة محورية تجاه الحرب في غزة، ولكن أحيل سؤال إلى الأستاذ علي، يعني في هذا الضوء وفي نفس الإطار، إذا كانت الدول الغربية وأمريكا دعمت إسرائيل بمليارات الدولارات وحاملة طائرات وأسلحة بأضعاف ما كانت توصله إلى إسرائيل في كل عام، بالتالي على الجبهة الأخرى ما الذي قدمته الدول العربية لغزة وللفلسطينيين؟ وإذا كانت حماس تمثل المقاومة الفلسطينية، فهل الرأي العام العربي أصبح مشابه للرأي الغربي بأنها ربما لا تمثل مقاومة شرعية؟ وفي هذا الإطار هل ترى بالفعل أن موقف الأردن ومصر بالقوة التي تمنع
ربما تشريد الشعب الفلسطيني من جديد وتهجيره بنكبة ثانية وهجرة ثانية. ما خطورة السيناريو الذي يريده الاحتلال إرغام الجميع على ما يريده أو تريده إسرائيل؟ يعني أنا باعتقادي بالنسبة لمشروع التهجير، طبعا هذا مشروع ليس بالجديد، وإنما هذا موجود على أجندة الكيان الصهيوني منذ أن نشأ هذا الكيان، على اعتبار أنه يقوم على يعني على سرقة الأرض وطرد الشعب الفلسطيني وقتل الشعب الفلسطيني ومصادرة هذه الأرض، وبنفس الوقت استجلاب يعني ملايين اليهود من مختلف دول العالم لكي يقيموا في منازلنا في فلسطين. بالتالي هذا المشروع هو ليس بالجديد، وكل المشاريع التي كانت تستهدف الوجود الفلسطيني فوق أرض فلسطين وعى شعبنا الفلسطيني الدرس جيدا في نكبة العام 48 واتخذ قرار بأن هذا يعني لن يتكرر. لذلك نحن نلاحظ ونراقب ما الذي يجري في قطاع غزة، يعني إبان استهداف المنازل والمدنيين. نرى كيف أن المرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني والشيخ الفلسطيني وجميع شرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يقول بأننا يعني وعينا الدرس جيدا ولن تتكرر تجربة نكبة فلسطين في العام 48، وسنبقى في أرضنا وهذه الأرض أرضنا، وعلى المحتل أن يندحر من هذه الأرض. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني عملية تهجير الفلسطينيين هذه طبعا ستربك دول الجوار سواء على مستوى يعني مصر أو الأردن. لذلك هناك بالفعل وقفة جادة من قبل يعني هاتين الدولتين لمنع عملية التهجير، ولكن في المقابل نحن بحاجة بالفعل لمواقف عربية رسمية داعمة أكثر من الذي نسمعه، على اعتبار أن هناك تقصير كبير جدا في هذا السياق بخلاف المجتمعات العربية أو على مستوى شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، الذين يتحركون يعني الآن بشكل يومي لتوصيل رسالة بأن هناك عدوان، بأن هناك جرائم حرب ترتكب، وبأن هناك إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبدأنا نسمع حقيقة يعني حتى على لسان بعض صناع القرار على مستوى نواب على مستوى وزراء بأن هناك يعني تجاهل بكل ما للكلمة من معنى لعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني والتنكر لها على مدى عقود من الزمن. والشيء يذكر يعني عندما بدأت في 7 أكتوبر يعني لم يكن أحد يتحدث عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وكيف يعامل الأطفال وكيف تعامل النساء وينكل بهم ليل نهار، ولكن الصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استطاعت بعد مرحلة من المراحل أن يبدأ الحديث عن شعبنا الفلسطيني الأسرى في سجون الاحتلال. كان الحديث في السابق فقط يتحدث عن المحتجزين والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. الآن تغير الحال. أنا أعتقد يعني باختصار بأننا إذا كنا أقوياء الناس ستحترمنا والمجتمع الدولي سيحترمنا وقضيتنا ستكون على أجندة صانع القرار الدولي. وهذه القوة بصراحة يعني مستمدة من صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية الذي يعني يقاوم الاحتلال كحق مشروع. طيب. ومعنى أحرار العالم وشعوب نعم. في هذه النقطة بالتحديد أستاذ أحمد أريد أن يعني أختم الحوار بهذا السؤال، أنه القوة هي التي تفرض الموقف والرأي على كل العالم، ورأينا أن القوة هي التي تتحكم. هل ترى بالفعل أن الحل الذي يقدمه الغرب وإسرائيل بالقضاء على حماس وتسليم القطاع إلى السلطة سيكون مقنعا وعادلا؟ كيف تفسر إذن الاعتقالات والانتهاكات التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية وسقوط الشهداء؟ عشرات مئات الشهداء سقطوا منذ عملية طوفان الأقصى. بالتالي إذا ما يعني تم القضاء على حماس افتراضيا، هل ستكون هناك أصلا فلسطين أو ضفة أو غزة؟ يعني انظر، هم بالاول صراحة أنا يعني على قضية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين مثلا، يعني تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن 40 أسيرا منذ تقريبا ما يقارب 20 عاما،
ولم يتم الإفراج عنهم. السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى كان تبادل الأسرى منذ سنوات، هذا ما يجري مع دولة الاحتلال. العالم لم يسمع أو يعني حاول تناسي وتجاوز القضية الفلسطينية لسنوات، وما على الفلسطيني إلا أن يدفع الأثمان، إن كان من خلال المقاومة أو من خلال المظلمية والتضحيات الغالية. ولذلك يعني شاء اليوم الغزيون بعد أن يعني حاول العالم أن يتجاوزهم وأبقى ظهورهم إلى البحر أن يأتوا بجديد. وهذا ما يجري، وفعلا تنبه العالم لما يجري في فلسطين من جديد، وأصبحت هناك حركة تضامن. حاول العالم أن يعطي، أو الغرب بالأحرى ومنها حتى الدول العربية، حاولوا أن يعطوا الاحتلال مهلة لكي ينجز هذه المهمة وينهي المقاومة الفلسطينية في فلسطين، وبالتالي يمكن إعادة مثلا نظام على طريقة أوسلو إلى غزة، نعم. وينتهي الملف ويذهب إلى المصالح الاقتصادية التي يجب أن تتجاوز الخلافات السياسية في فلسطين. ولم يستطيعوا، حاولوا أن يفرجوا أو يحصلوا على أو تحرير الرهائن بالحرب وبالسلطة وبالصواريخ، ولم يستطيعوا وعادوا مجددا ليفاوضوا حماس ولو من خلال قطر ومصر إلى ما ذلك، لأنهم عادوا وفاوضوا من أجل تحرير هؤلاء ولم يكن هناك سبل أخرى. لذلك اليوم ما يجري هو، أنا أقول أستطيع القول أنه لا بد من بعد سياسي من أجل إنجازات محقة، وأن لا يتوقف الأمر عند يعني المقاومة تكون بدورها، ولكن لا بد من مسار سياسي بديل أو موازي، ما أعني موازي، ولكن الوسطاء يحاولوا أن يحشروا المقاومة في طور العملياتية اليومية، بحيث أن تكون حتى الإنجازات فقط في هذا المجال، وأن لا تكون هناك إنجازات حقيقية لهذه المقاومة، وإن كانت الخطوة الأولى على درب معركة التحرر ضد هذا الاحتلال. شكرا لكم. يعني نحتاج إلى مسار سياسي موازي للخروج من هذه الأزمة، الأمر الذي حتى يرفض التعامل معه بعض الدول العربية، حتى في مجلس الأمن وغيره يصرحون بأنه المهم بالنسبة لنا اليوم هو وقف إطلاق النار، بينما في هذا الوقت هناك مفاوضات وقرارات نعم أستاذ، إسرائيلية أمريكية نعم، أوروبية يبحثون المسار السياسي على طريقتهم هم، شكرا لكم، متلاشين وضحت الصورة. متجاوزين نعم، الفلسطين. من بلجيكا منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ أحمد فراسيني، شكرا لكم. ونشكر أيضا من بيروت مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الأستاذ علي هويدي، شكرا جزيلا على حضوركما معنا.